صباح الخير على كل مشاهدينا، نهاركم سعيد ومشرق ويوم جديد وفقرات جديده، ومعاكم على الهواء مباشره لمده ساعتين من 9 ل 11. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا هام، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل لمصرنا الحبيبه. جدل في الأوساط السياسية في العالم كله تقريبا بعد اكتشاف حقل الغاز الثاني نور، واللي لسه ما أعلنش عنه رسميا جمهورية مصر العربية لغاية لما يستقر اللي بينقبوا عن هذا الحقل. ونور حقل نور هو 3 أضعاف حقل ظهر. ده في حد ذاته على الصبح كده خبر لطيف وجميل ل جمهور جمهورية مصر العربية، انه ان شاء الله هذا الحقلين دول يقفوا جنب الاقتصاد المصري ويحاولوا باذن الله تعالى ان شاء الله في خطوة كويسة للاقتصاد بشكل عام في مصر. ده خبر جميل فعلا. نعم. عندنا النهاردة مجموعة فقرات الحقيقة لطيفة، هنبتديها مع أستاذ إيهاب الورداني عضو اتحاد الكتاب مصر وأحد مشاركين في منتدى اللي هنتكلم عليه النهاردة، هو منتدى التعاون العربي الصيني اللي بيقام لتقوية العلاقات المصرية الصينية من الجانب الثقافي أكيد. يعني حضراتكم، أنا كنت لابس جرافتة زرقاء النهاردة لكن غيرتها معايا، ورحت غيرتها ورحت جبت غرافطه صفرة. صفرة معناها غيره، اللون الاصفر دايما. ايوه ايوه، يقول لك دايما الاصفر غيره. وبناء عليه عشان عندي فقره النهارده خاصه بموضوع الغيره. والحقيقه انا يعني شفت اللقاء الكبير، يعني اللقاء المهم اللي كان في الاوساط الفنيه والاوساط السوشيال ميديا الخاص بالفنان والممثل محمد رمضان والاستاذ اسامه كمال. حقيقي لقاء جميل جدا، ان محمد رمضان واحد من الممثلين الشباب اللي بيبعث روح الامل والتفاؤل للشباب. عن حوالين بقى موضوع الغيره وكده، معانا الدكتوره وفاء شلبي. بس ايه علاقته محمد رمضان؟ قول لي كده. دكتور وفاء شلبي مدرس علم النفس الاكلينيكي وتاثير الغيره في حياتنا. انا حاسس انه في بعض الشباب او بعض الناس لما بتشوف حد ناجح بتبقى في نوع من الغيره، وده اللي انا هساله مع الدكتوره وفاء شلبي، انه بيبقى في نوع من الغيره، في نوع من الغيره بتدفع الانسان ان هو يتقدم في الحياه وان هو يعني يعمل على نفسه عشان يوصل للافضل. وانا حسيتها في محمد في محمد صلاح الحقيقه كمان. وفي بعض يعني حسيت محمد صلاح هو اللي بيتعرض ل كده تكسير كتير قوي بصراحه. وفي بعض الانواع الغيره بتبقى مضره جدا للانسان لما يبقى بيغير من انسان اخر. طبعا انواع الغيره كتير، هنتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل. انا هقعد اتفرج يعني عليك. ارجوكي اقعدي اتكلمي في هذا الموضوع. في موضوع تاني الحقيقه شيق جدا، ومبسوطه ان احنا النهارده معانا مجموعه من ابطال دوره البحر المتوسط، يعني في قمه احباطنا من كاس العالم وخروج المنتخب من كاس العالم كان في نجاحات تانية كتيره جدا بتتحقق، ميداليات ذهب، ميداليات فضه، ميداليات برونز بتتاخد. فاعتقد ان احنا من واجبنا كاعلام ان احنا نلفت النظر للناس الناجحه دي وما نحطش كل اهتمامنا على حاجه واحده فنحبط فنتضايق فنتكسر فكده. لا، في نجاحات كتيرة وفي شباب ناجح كتير وفي رياضيين ورياضات ناجحة كتير، منهم إنجازاتنا في رياضة الكونغ فو تحديدا في بطولة البحر المتوسط، وكمان في البطولة الأفريقية القادمة إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. معانا كابتن أحمد شعبان مدرب الكونغ فو، ومعانا كابتن سارة صلاح وكابتن مي شعبان جايين بقى بميدالياتهم اللي خدوها في البحر المتوسط، هنبارك لهم ونتعرف على انجازاتهم النهارده. 45 ميداليه ذهبيه، ميداليه بشكل عام. 18 و11 18 ذهبي و11 فضه ومش فاكر وانا مش فاكره برضه يعني، بس انا متاكد الذهب بس و16 برونزيه. دايما مش عارف ليه دايما في تاريخ مصر بشكل عام انه دايما الالعاب الفرديه تلاقي الانسان المصري عنده عزيمه انا عارفه مش ليه. مش موجوده تقريبا في كل انحاء العالم، ويمكن عشان كده اعتقد يعني الله اعلم انه ربنا سبحانه وتعالى خير اجناده الارض، اجناده الجندي المصري، اجناده الارض هو المصري.
اكيد في ربط يعني. ممكن نبقى نسال ليه دايما الالعاب الفرديه هي الالعاب الفرديه عشان ما تبقاش مرتبطه باتحادات ومش مرتبطه بمشاكل وفساد داخلي وفساد خارجي وحاجات من دي. فكل اسره بتبقى معتمده اللي هي عايزه تطلع ابنها ده وعايزه تصرف عليه وعايزه تمرنه كويس وامه قاعده له في التمرين وحاجات كده يعني. ممكن يكون ده واحد فرد من بيبقى يعني اكتر اكيد 100%. كل ال 100 مليون مصري نفسهم السياحه ترجع ونفسهم انه الدخل يزيد من ناحيه السياحه والعمله الاجنبيه. عندنا مبادره اسمها مبادره العوده للجذور مع ماريو البرديسي وهبه فرغل رئيس لجنه الاستثمار المركزي وباحثه اعلاميه بجامعه القاهره، وده هنتكلم فيه ونشوف المبادره دي عايزه ايه او هدفها ايه بشكل عام. الكرافته حلوه، الكرافته حلوه، وانا بقول لك والله كنت لابس الزرقاء لبس الصفرا عشان اتكلم حاجه قلاجه والله. هو احنا فاصل حضرتك في رياضه ولا ما فيش في رياضه النهارده؟ طيب بس العبوا رياضه، الرياضه مهمه برضه، الصحه مهمه يا رجاله. نبتدي يومنا بعد الفاصل.